ما كن أول ما أسمع هالجو بتنقلب كل السلبيات لطاقة طاقة طاقة، بنقلب كل الحزن لرجع. هيك بقدرتي قادر، بصير هيدي المش طايقة شي. I love Christmas. تضحكوا علي تقولوا لي من أين لك هذا؟ ما بعرف، أكيد 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 مش من هون ولا من عندي ولا من البلد ولا من اللي حوالي، من مطرح خاص بخصنا دايما بالنعم. هيك لما بنفضى دغري 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 بشيلوا بيعبينا، منلاقي حالنا مشحونين بالطاقة بالرجا، وصير تظهر هيك أمال صغيرة صغيرة، وعلى صغرة بتعطي مفعول كبير. ومين ما بحب هالزمن؟ جاي يعني جاي حامل وجع كتير 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 أكتر من أي شيء سبق أو شهدنا عليه نحن أقله. أكيد جدودنا شهدوا على أسوأ منه، يمكن حسب ما بيقولوا أو بيروا، شو بعرفني، بس نحن أقله جيلنا ما شهد أسوأ من هيك. هيدا الأسوأ، ورغم ذلك مكمشين بهالنجمة المضوية بكل هالعتمة. بحبة وبحبكن وبحب الدنيا كلها بهالزمن، وياريت واحد بيقدر يفوت بيت وبيت مطرح ما معتمة يضوي، مطرح ما ناقص اشياء يعبيها، مطرح ما الناس بحاجة لكلمة عزاء يعزيها، مطرح ما الاشياء يعني هيك فاضية يكون قادر يعمل شيء، بيكون عاش الميلاد بكل فرحه بكل جماله بكل بركته. وما بده كتير، يعني ما بدك كتير تعمل لتحس فيه، هو بيحسسك بحاله اللحظة. كلنا عنا قصص بشعة مع الميلاد، ما حدا كان ولا مرة يجر عنده بابا نويل الإيديال، بابا نويل المثالي، يعني مثل ما كان يكتب له على الورقة يجيب له هني زيتهم، ومثل ما كان يحلم ويرسم له تتجسد يتجسد كل الحلم حقيقة. ولا مرة، كلنا بمطرح ما عنا تجارب سيئة مع هذا الاسم بابا نويل، لأنه كان يخيب لنا أمالنا. هلا بجوز مرقت لشي سنة كان لذيذ ومنيح معنا، بس هلا أكيد أنه ما بيقدر يحقق أحلام كل الناس سوا مجتمعين. يمكن بهالعمر هو عم يبرم 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 يطلع لنا دور، ويمكن بعد ما طلع لنا الدور ويمكن قطع دورنا، يمكن جاي دورنا. بيضل منطرك هيك شغل لك بالك، المهم انه بدنا نضلنا حاسين انه عايشين، لانه الموت لا يليق بنا، نحن أبناء الحياة، والظلم لا تليق بنا، نحن أبناء النور. قوموا لنشوف. صلي يا ريما، هذا كله مش صلاة؟ صلي يا ريما بصوتك
صلي خلينا ندعي سوا على الطول وتصفى القلوب وتفتح لدروب كل الحزن والهم يزول من جوا من جوا من جوا من جوا من جوا المكسور رممه بهالزمن المبارك من جوا من جوا من جوا اللي فاقد الثقة بكل شي رد له إياها من جوا 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 كل شي ما مبين على العالم مخبينه جوا أنت بتعرف كيف تداوي يا رب بأي أسلوب بأي طريقة محتاجينك كتير جوا برا عهالطرقات بالبيوت بالشبال بهالحزن العامم الدني بمحاولات العيش والبقاء على قيد الحياة بمحاولات الفرح الصغيرة اللي عم نعملها كلنا محتاجينك كل واحد بمطرح كل واحد بجرح يا رب بهالزمن المبارك مثل العادة بدنا ياك تشغلنا عندك لأنه هالزمن ما حلو وما بيحلى غير أنه نتشارك فيه الفرح إذا قعدنا هيك ببرجنا العالي ولحالنا قلنا لك فرحنا ما رح نفرح لأنه الفرح الجماعي هو الفرح الحقيقي وأنه نقدر نشوف حدا عم يبتسم لأنه نحنا كنا جزء من ابتسامته هيدا الفرح اللي بيبقى وبيدوم معنا سنة ورا سنة وبيعمر لنا محبة وسعادة من الصعب إنه هيك تنهد بسهولة في كتير أفراح بحياتنا قشت وفلت وأزمنة حلوة وأزمنة رديئة بس الأفراح اللي كنا فيها جزء من أفراح ناس تانيين بقيت بالذاكرة بالعمر وبالتاريخ عنا وعندن وصنعت وبنت فرحة فوق فرحة فوق فرحة وفرحتنا وبعدها لليوم تركي أثار حلوة إلها علاقة بهيدا الزمن العجائبي المبارك بعرف في ناس رح يقولوا ولا زمن العجائب اليوم زمن الخيبة زمن الحزن زمن الظلم والبشاعة المتلية المطرح بس نحن من قلب كل هالشي طالعين من تحت تحت لنديك ولنطالبك تحقق وعودك معنا انت اللي باقي معنا حتى انقضاء الدهر وما بتتركنا وما رح تتركنا متكلين عليك انه نرجع نشوف بسمة وبهجة وامل جماعي مش لقلنا بس للحوالينا للعيد يرجع يولد بهالبيوت الحزينة المشتاقة لفرحة المشتاقة لدفى المشتاقة لعيلة اللي مرق علينا مش سهل اللي عم نمرق فيه صعب هالصليب الكبير والتقيل لحالنا ما قادرين نحمله ولا نتحمله كون معنا رجائنا وأملنا وفرحنا المفقود وبكل مطرح دلنا عن نجمة نلحقها فرح شوي نترجم إيماننا أفعال خير لما تمرق هالأيام كئيبة وحزينة على حدا ولا علينا نعرف كيف نترجمها بالإيمان وبالفعل وبالرحمة أمين صلي يا ريما بصوتك صلي خلينا ندعي سوا على الطول وت
تصفى القلوب وتفتح لدروب كل الحزن والهم يزول. صلي يا ريما بصوتك صلي خلينا ندعي سوا على طول وتصفى القلوب وتفتح لدروب يلا. ولا مش انه مش انه غصب عني، بتعرفوا انا ما بقول شي غصب عني ولا بعيش حالي مش عايشتها. لما بدي يكون بومي بكون بومي، لما بدي اضحك بضحك، لما بدي عصب بعصب، لما بدي اسكت بسكت. بس عبالي عبالي انه هيك اتلقط بفرح عيد الميلاد وانشره بالفرح كتير عبالي. رح تقولولي من اين لك هذا؟ ما بعرف. عبالي كتير 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 انه نتشارك هيدا الزمن برجاء. يعني اذا ما بقي عنا ما بيبقى لنا شي، منصير اموات عم نتحرك وننام ونمشي. بس هيدا الزمن تعال نعيشه بحلوه، بمرارته، بخيباته، بأوقات انه الاشياء المش حلوة اللي بتصير فيه هيك نتقبله بكل شيء. بس نوعد حالنا بالعيد انه بعرف انه ما رح يجي بابا نويل ويكب علينا يا دنيا شتي مصاري شتي علينا فلوس وتقلب حياتنا رأسا على عقب. مع انه طالما طلع الضو يعني كل شيء ممكن. مثل ما طلع مرة علينا الضو وانقلبت حياتنا للأسوأ، فيه شي نهار يطلع علينا الضو وتنقلب حياتنا للأحسن، انه ليش لا مثلا. ف نتأمل بهالولادة اللي غيرت وجه الكون والتاريخ، نشحد منا شوية فرح شوية ضو نحتاجه نحنا، ومش بنحتاجه نحنا بأمس الحاجة لقلو بهالبقعة المعتمة من الأرض. عم تطلع على إذا بدك هيك تكبر الكرة الأرضية بتطلع عليها بتلاقيها مضواية وين ما كان وين ما كان وين ما كان، هون في شي هيك صغير حلو مطفى. الله يلعن اللي طفي ليل نهار، الله لا يوفقه، الله يعني يزله مثل ما عمل بشعبه. بس هيدا عجنب، الله رح ياخذ لنا حقنا، ولا مرة ترك مظلوم إلى الأبد. كارما منا بفلسفة، حقيقة، وبدها تبرم الدنيا وترجع تردلك الكف اللي ضربته لحدا أضعاف أضعافه، وبدها ترجع تردلك المنيح اللي عملته مع حدا أضعاف أضعافه. مصرة بعيد الميلاد وبكل الأيام آمن بهالشي، لأنه هيدا اللي بخلينا نعيش عن جد، وهيدا اللي بخلينا ننبسط عن جد، وهيدا اللي بخلينا نفرح عن جد، إنه الحياة رح تبرم 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 ترجع لنا. أوكي اتفقنا، مش رح نوقف نفضحهم،
مش رح نوقف نسبهم، مش رح نوقف نغتالهم معنويا وسياسيا، مش رح نضلنا نلحقهم، بس رح كمان نعطي نفسنا وقت حلو للعائلة، للفرح، للحب. يمكن ما رح نقدر نعمل طاولات غنية مثل قبل، ويمكن ما رح نقدر نجيب تياب جداد مثل قبل، ونجيب هدايا كتيرة مثل قبل، بس على قدنا رح نعمل، ورح ناخد شوية تواضع السنة من مغارة يسوع المسيح ونعيشها. يعني مريم كانت فرحانة بهالولادة رغم انها بمغارة صغيرة، وهيك قد اجى لعنده ناس فرحانين وجابوا له هدايا وفرحوا فيهم. هي هون الفرحة، جوا 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 جوا. اوقات بيجيك كومة هدايا ما بتفرح فيهم، مش عم بحكي اشعار، انتبهوا، انا بحب الهدايا الثقيله، وبحب الصرف، وبحب الزينة الغالية، وبحب التياب الغالية. مش عم جرب اقنعكم بحياة التقشف يعني، بس بقول انه بدني طلعات ونزلت، وكلنا اكيد بمرحلة معينة من حياتنا عشنا طلعات ونزلت. فاذا هلأ النزلت ماشي الحال، مش معناتها نوقف نطالب بحقنا، مش معناتها بدنا نزرع على البلكون، لا، بدنا مصرياتنا، مصرياتنا اللي هلأ عم بيحضروا ل تسوية غير شكل، يعني ليكملوا سرقة ونهب، و يعني من ضمن التسويات. بس انه باقيين هون، يعني باقيين عقلبكن وباقيين نفضحكن، وبدنا ياهن، وبدنا نعيد، وبدنا نبقى مع عيالنا، وبدنا كل شيء، يا وبدنا نعيش الميلاد وهيك يا انه يعني هلا بيقولوا شو صار له، هيدي هي ما غيرها، هيدا سبيريت كريسمس هيك بيعمل فيه، هيك 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 بيعمل فيه. امبارح كان عندنا مثل ما بتعرفوا ايفنت لبنان اوف تومورو، والتغى بسبب الامطار. نضال عم تحكيني، حس ايه عم تحكيني شيء؟ اوكي، لانه في شوية عني وظهر العني بدينتي، ما بعرف ليه. فرح نتشارك هالزمن، ورح يكون في يسوع انت العيد، وبعرف انه وبعرف انه رح يكون الوجع كتير، وكتير ترددت صراحة اني يكون بهالجو. بس اذا هلأ ما كنا امتى منكون، اذا هلأ ما كنا حد بعد امتى منكون؟ ف رح نكون ورح نجرب، ورح يحط ايده معنا مثل العادة، ورح نتشارك كلنا بهيدا الزمن فرحا وعطاء وإيمانا وابتسامة، وما بعرف إذا كتير إني أقول بهجة وثورة، لأنه ميلاد يسوع المسيح هو ثورة بحد ذاته، هو حضوره كله بالحياة العامة قدام تجار الهيكل، وقدام الأغنياء اللي كانوا حاكمين بهيداك الزمن مثل تماما اليوم. أصلا يا ريتو بيجي اليوم، يعني ذات الشيء ثورة،
هو يسوع المسيح ثورة. فكرمل هيك بيعطيك قوة وبيعطيك شجاعة لا تنتصر على كل هالفساد والمفسدين بهيد الأرض. والله بونجور أندري، كيفك؟ مبروك البرنامج الجديد على صوت لبنان، موفق يا رب. أندري داغر زميلنا عم تسمع علينا. يلا تعا نبشر بالميلاد أندري كلنا على كل الإذاعات، ونفرح فيه ونفرح فيه أهم شيء. بعرف إنه هيك عم بحكي بالخيال وفي عنا كتير أزمات وهيك، بس إنه بدنا نجرب كلنا، مش معناتها ننسى إنه نحسبهم وننسى إنه نطالب بتغييرهم، وما ننسى أبدا إنه ما بدنا إياهم هالجماعة. هلأ كمان أول جلسة لمجلس الوزراء، بركي يعلوا فواتير التليفونات ويرفعوا الدولار الجمركي، وبالتالي بنكون دخلنا بالدولارة البلد وبطل في شيء على 1005 إلا معاشات بعض اللبنانية، مش بعض، ثلاث أرباع اللبنانية، بكون بطل في شيء صح؟ شو بعد شيء على 1005 بيكون؟ إذا الدولار الجمركي خلاص، فاتورة التليفون خلاص، أصلاً الانترناشنال ارتفعت كتير، إذا بدك تطلب شيء اتصال مضطر عليه، شيء مصيبة، شيء قصة، شيء شغل، أرقام مخيفة، جربوا ما تتصلوا عادي أبداً لو شو ما صار، لأنه عم بيشرجوا بشكل يعني ما صاير بطوكيو، يعني ولا بلد بالعالم افتتح الدولار. هات لنشوف قدي هلأ. كل التوقعات تشير إلى أنه رح ينزل كمان أيام الأعياد، هلأ قبيل الأعياد، هلأ حتى يعطوا لحتى أشطونا الدولار اللي معنا المخبينة بالخزنة اللي ميتين ليجوا ياخدوها أشطونا إياها. 23,000 23,050 23,000 و 23,050 هيدي افتتاحية بداية الأسبوع. شو نضال ما عم برجعكم معكم ايه؟ رح أرجع جر أنا من عندي. لا مني شايف حالي، أنت شايفني؟ باتريك بعتلي كرمتنا على 1005، دخيلك ما تجيب لي هالسيرة، دخيلك ما قادرة أسمعها، ما قادرة حدا عم بغير لي مفاهيم الكلمات معودين عليها شو معناتها يركبها على ذوقه. لا 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 مش قادرة. بونجور بونجور عن جديد، رجعنا معكم على فيسبوك عن جديد. صباح الخير للكل عم بيتابعونا بلبنان وأنحاء العالم. يا هلا يا هلا يا هلا، إن شاء الله بتكونوا عم تمضوا زمن ميلاد فيه فرح. بعرف ثلاث أرباع عائلاتنا رح تكون على الميلاد، ناقصة كتير من اللي كانوا يجتمعوا بهالليلة، إن شاء الله يجتمعوا يعني للي بيقدروا يجوا، مع أنه في كتير فلوا هلأ مؤخرا، يمكن بعد ما بيقدروا يجوا يرجعوا يفلوا يرجعوا يجوا. المهم انه هيدا الزمن زمن مبارك، واكيد رح بمطرح تحل بركاته على كل واحد فينا، كل واحد مطرح ما ناقصه. عن جد تعالوا نكثف صلواتنا لانه وصلنا لمطرح ما وقف شيء نقدر نعمله، يعني غير انه نكثف صلواتنا وننبسط ببعض الاشياء اللي هيك كانت ناشفة الدنيا بلاها. مع هالزمن الحلو منضلنا هيك
نطبطب على بعض ونفرح ببعض الأشياء. بعرف أنه صعب كلمة فرح، يعني إذا واحد بيقول لك فرحان بالعيد تلاقيها كلمة كبيرة على المشهد، مش فرح، شيء استمتاع، بعرف شو ما كانت شو ما كانت، بس إنه نعيش الزمن، بس نعيش الزمن، صلوات، بهجة، زينة، قد ما وجد منا يعني، بس هيك لنحس إنه نحنا عايشين، لنحس إنه نحنا موجودين، لأنه ما فينا نضلنا هيك، ما فينا نضلنا إنه زعلانين بدنا نعيش، بدنا نضلنا حاسين حالنا انه في شيء عم بيربطنا بيننا وبين الايام الحلوه اللي مضت، بيننا وبين تقاليدنا. كانه بتحس كمان العالم، بتحسوا العالم رجعت تمسكت فيها اكثر لهيدي التقاليد وعم بتعيشها اكثر، وقت البربارة مثلا، انه هيك انه كأنه حدا عم يجي أشتك البلد ويرسمه على ذوقه ويعيد صياغته ورسمه. تقوم انت بترجع بتتمسك بهيدول اللي كنا اوقات نقول ايه خلص هو التقليد صار لازم نطلع منه ومدري شو. هلأ هالايام احس حالنا لأ مشدودين لألا اكتر، ما نعمل كل شي بيشبه هيدا اللبنان اللي ربينا عليه والطقوس اللي كنا نعملها نحن وصغار. بدي لكم شي، بكرة التلاتة على الساعة 6 بالأشرفية رح نرجع نضوي الشجرة، يعني لأنه ما ضويناها مبارح. بعتذر من كل الناس اللي كانوا بعتين لأنه رح يلقولي على الأشرفية، كان عنا نضوي شجرة الأشرفية على ساحة ساسين. هيها دونيستو يا حرام اللي ما نامت وضلت للصبح كانوا عم بيركبوا الشجرة. لا شجرة شفتها مبارح بالليل، أنا ما كنت عم بنزل كل يوم مثل دونيز وسمعان صاحب الفكرة الشجرة، صاحب الحلم الجميل هيدي الشجرة. ما بعرف إذا كلكم شفتوها بساحة سيسين، الشجرة اللي عندها جانح الملاك اللي حارس بيوت الأشرفية وبيوت بيروت يعني ولبنان كله، والمغارة الكتير حلوة. كان عمل جبار صراحة، بثلاث أيام لورا أربعة أيام لورا، وطبعا قبل التخطيط والتنفيذ كان لازم مبارح على 6 نطلع فيها لايف على الام تي في ونضويها، بس ما قدرنا بسبب الشتاء وبرك المي اللي كانت كتير موجودة. حتى لو نحنا كنا قادرين نطلع لايف، بس ما كانوا الناس بيقدروا يفوتوا يفتتحوا السوق الميلاد ويتفرجوا ويعملوا الجزدورة اللي لازم يعملوها مثل كل سنة. سوري، رح تكون بكرة على الساعة 6 كمان لايف على الام تي في وعلى السوشيال ميديا لكل كل بلاتفورمز لبنان اوف تومورو، ففيكم تلقوا لنا، رح يكون طقس حلو مبدئيا. والشجرة كتير حبيتها، شفتها بالليل مبارح بس كتير تأثرت بالبيوت اللي موجودة هيك تحت هالجانح الحمينة. سحر صباح الخير، وين زينة وين الفرح وين الشجرة وين سانتا وين نحنا، أنا مين أنتو مين أمين، هاي شو عم تحكي، ليه عاملة بحالها هيك؟ خلاص تركوني. هلأ رح يجي علي أيام أشطة ترجعوا أنتو بتعلوني مين بيقصد بعلة التاني. موجوريما من كاليفورنيا، هذا الميلاد بيكون في سلام للشعب الفلسطيني والشعب اللبناني كمان إن شاء الله، الله راد يا رب. إلي قبل تنوس مش بعد شيء، إلي بعد سطر. سحر ويتينج، أوكي بونجور سحر يا هلا فيك. فمني ما عندي أسامي كل اللي اشتغلوا دنيز، يا ريت تبعتيهم ما زالك عم تسمعينا.
أكيد أكيد أنه بعرف ست ليا وإدغار وتوني وسمعان وميسا وكل اللي اشتغلوا طبعا الجيش الأزرق المنتشر يعطيهم العافية. صباح الخير يا هلا شكرا. رمرومة قتلوا الفرحة بقلوبنا فشروا لا بيقدروا يسرقوا لنا مصرياتنا بس هيدا يقتلوا الفرحة بقلوبنا فشروا لا نو صباح الخير صباح الأمل اوكي ثانك يو مرسي كمان تيب إذا بتحبوا تشوفوا مثلهم ها من عند صديقتي نورما يعني فيكن تفوتوا على فيستي باي نورما فرح كل يوم عم نلبس شي هيك خرج زمن الميلاد فرقع عم بربق هيك شي لنعيش الأجواء بس لا ما بدي يقتلوا الفرح بقلوبنا لأنه هيدا مش ملك بيت بيون نحن أنه مش أنه هيك منهديون إياه يعني أكيد زعلونا وأكيد حزنونا وأكيد أنه قتلونا جسديا قتلوا مدينة بكاملها وشعب بكامله ولليوم عم بمرمطوا فينا وعم بخلونا نعرف الحقيقة ولا بدهم يخلونا نعرف الحقيقة إيه بس هيدي كبيرة الفرح بقلوبنا يعني كبيرة لأنه هن ما حدا بكرة شوفه لعنة التاريخ رح تصيبهم. مرسي يا فادي صباح الخير. شو كيف تورونتو كيف كريسمس بتورونتو بونجور قربتي حتى رابطي آن جيم ايه اهلا ميشيلا حتى صرنا نخاف نضحك ايه معك حق بس انا تلقائيا مثلا انه هيدا الزمن بيعمل لي حالي عرفتي هلا الله يستر بي يعني مثلا بعد كريسمس شو بصير فيي دغري موجور سيموم دغري بقشط نشوف شو بدنا نعمل هلا لك تعال نتفق انه نحن بنتكي على بعض اوقات رح اوعها مش منيحه ويمكن عرفتي بنضل نوقف حد بعض ان شاء الله ما يعملوا لنا يعني ازمات وتقال الدم بزمن الميلاد وشكل الحكومه مش رح تجتمع كأني عم بسمع اليوم غير لبعد راس السنه الجميع عم فرصين هيتن الحملة تعطوا لبنان فرصة أخدوها للفرصة هني ومفرصين مع المدارس شهر ليرجعوا بعد راس السنة حلو ما في شي مستعجل لا أمل بهذه المجموعة يعني وعندي أخبار بس ما بقدر أعطيكم إياها يعني شوية أمال تلوحوا بالأفق مش بكرة وبعده يعني بس إنه في أجواء بس ما بقدر أكدها يعني هلأ بكير بعد عليها انه نخلص منهم يعني بش طريقة مش نخلص منهم يعني انه إن هيك نحطهم بباخرة ونكبهم بالبحر لا بس انه تتقلص ادوارهم لانهم رح يبجوا من كتر القوة يعني بتتقلص ادوارهم شوي شوي بالمرحلة اللي جاية يعني منشوفهم حاسة حالي عم بتنبه بس انه هيك في شي بيبسط بتراجع يعني هيك شو بيقولوا بيدجنوا مش من قبل الشعب اللبناني من قبل اقليميا
ودوليا بمعصون يعني هيك شيء مثل ما دايما بيعملوا يعني ولا مرة انه كانوا هن قوتهم منهم وفيهم يعني ساعة البدن هوديك بقوون وساعة البدن ايه هلا شكله عم بيبرم الدولاب يا جماعة عليهم على بعض اللي عندهم يعني هيك قوة زيادة وشوفة حال زيادة ومفتكرين انه ما حدا فيه عليهم هيك شيء ايه خبرونا انتو رح نبلش يسوع انت العيد بقوة الله هل يعني هالشي اللي موقف من ما بعرف كم سنة لورا 20 اكتر من 20 دايما يعني بنطلب بركة الرب فيه ليدلنا عن جد عن ناس اللي هي محتاجة اكتر من غيرها لانه اوقات نحن منضيع وأوقات ممكن أشياء تروح لغير محلها لأنه ما بنقدر يعني نوصل لكل الناس أو كل الناس يوصلوا لنا وبالعجقة أو بالخف أو هيك فنطلب منه أنه هو يدلنا وغالبا بدلنا يعني بعرف أنه السنة رح تكون موجعة هي قبل كانت تضل موجعة يعني السنة على أوجع على 80% من الشعب اللبناني على 85% من الشعب اللبناني للأسف رح نروح على يعني الحالات الأكثر حاجة أو مش الحالات الأكثر لأنه ما بنقدر نعرف الأشياء يعني اللي بيطلبوها اللي هي أكثر ضرورة يعني بدي أتكل عليكم مثل العادة يعني ما عندي مؤسسات ما عندي حدا يساعدني مثل العادة أنا وأنتو بس منساعد بعضنا ومثل العادة بدلكن على حدا بعطيكن رقمه ومنضلنا على تواصل أنا وأنتو والشخص لحتى تصلوا المساعدة بطريقة مناسبة هيك بحب وهيك تعودنا بآخر فترة وهيك رح نكمل بطريقة كمان بتحترم هيدا الشخص وبتحافظ على خصوصيته ومنعطي بحب ومنفرح بهيدا العطاء والله ببارك وبزيدهم وبصير يقدوا الكل رغم انه اوقات بنوصل لمطرح انه اخ لا ما في للكل بس دايما كان هو يدبرها ودايما هو اللي رح يدبرها ان الله رد ميري كريسمس اي لاف كريسمس يلا افتتحنا الاسبوع بسلم عليكم جورج لبراكس اللي عنده اكاونت على تويتر عنده فولورز 653 بقلكن ان المتوقع ان نشهد تراجعا في اسعار المحروقات هذا الاسبوع لكم الخبر الايجابي بين الاول نتيجة انخفاض اسعار النفط عالميا حيث تدنى سعر البرميل لما دون $70 امريكي والثاني لان سعر صرف الدولار مقارنة بالليرة تراجع خلال الايام الماضية مقارنة بالليرة وجميع المؤشرات حسب هو حضرته يعني اقتصادي العظيم لا مؤشرات انه رح يرتفع اوكي مع انه هلا ارتفع بس انه هو غرد Good morning يا ريما امبارح طلعت على الاشرفية كنت حبها الا ماريا تشوفك بس ما قالوا لنا تأجلت انقهرت ان شاء الله نقدر نجي بكرة يلا تعوا شكله طقس حلو رح يكون احلى ما نقعد تحت الشتاء وتحت الشمسية وما نتسلى ونجزدر ونعمل باراد ويجي بابا نويل لا بدنا نعيشها ما بنقدر يا رب روم يسوع هو الثائر على الظلم والفقر والعوز ايه والله thank you على كل باقي الكلام الحلو thank you thank you على positive vibes بس stop stop كل شي غالي امبارح رحت لشوف قديه سعر الجينز لبنتي لا لك عارف اقرأ الارقام باللبناني 450 الف فايدين ما لا اكيد من 400
أدي 4 مليون 500 ألف. مثل ما رحنا رجعنا على البيت شي بزعل. في حدا عم بيقول إذا بيعطوه 100 دولار بينتخب. عملت معركة كلامية معه برأيك بوجود كتير من هالناس اللي بلا مبدأ رح نغير وقعنا اللبناني. طول عمرهم موجودين يعني، خصوصي هلا مع هيدي الأزمة. أكيد أنا مش شايلته من بالي يعني، ولا بقول أنه رح يتغيروا، بس أنه ياريت أنه ياخدوها للمية وما ينتخبون. بس أنه هيك فهمي يعني، ما دغري تروحي معه على معركة كلامية بتقول أنه بليز كرامة وما كرامة. تركي ياخدها بس قولي له أنه مين رح يشوفك ورا العازل، ما تنتخبون. جد نورمال؟ يلا بلشت نورمال، افتتحت لنا لحظة، افتتحت لنا مين تمار، مش تمار الجينز. اوكي تمار، كيف بدنا نعطيها جينز من عند فيستي؟ فتحت عليك باب هلا يا نورمال، بدك تجي يا تمار جيبي بنت على ذوق مصبح، حد الانديو، حد بلوم بانك بعيدنا عنك، في فيستي تقيسي لجينز، وهيدا كادو. افتتحنا كادويات نوال اليوم. بسطتي؟ بسطتي؟ ايه بسطت كتير. ايه هيك بدنا نعيشو يعني. يسوع انت العيد اكيد انه هلأ النور ما بتسمع علينا وحبت تقدم، بس احنا رح نروح للكيات الاسوأ يعني. بس انه كمان هيك اشياء لبنت اكيد بسن المراهقة، مثل بنتي بدها تكون بنتك، ما فيك تقولي لها انه ما في جينز، مش رح تفهم ليه ولا شي. بتقلك مرسي يا نورما، 14 سنة كيف بدك تفهميها انه سرقونا وانه ما في مصاري وانه ما في جينز وانه الدنيا مش بألف خير؟ قصة. يلا مبروك تمار، احسن الفايبس احسن. يلا اذا انت تركتيني وبطلت نور، مع اي رقم خليها تحكيك؟ ذكرت هلا شغلي على سيرة كريسمس، بليز ايدا عندك تمار 03، استنى رح خلي هذا الرقم عندي كمان 03 416 226. اوكي ذكرت هلا شغلي على سيرة يسوع انت العيد. كنت عم شوف على تويتر ريتا حرب الممثلة والزميلة مقدمة البرامج، اكيد كلكم شفتوا انه عملت اكسيدان كتير كبير، كان ممكن تخسر حياتها لولا عجيبة. يمكن ريتا بعتت فويس على تويتر وقالت انه هي نجيت، بس عملت عمليات كتير دقيقة بإجرة وبوركة وبوجة وعظام وجة وهيك. ف تأثرت كتير باللي حكيته هيك، بس انه نجيت الحمد لله. وبعد في عندها يعني عملية واحدة يمكن تعملها ويمكن ما تعملها، بعدها تحت المراقبة ليشوفوا اذا بيعملوا لها اياها يما لا. ف بعتلها ريبلاي، ما بعرف اذا شفته يعني هي بهالعجقة، بس حبيت الا شغلة. ريتا ولا مرة قلتها على الهوى، هي من الناس من اول ما بلش يسوع انت العيد كانت كل ما تسمع قصة هيك تبكيها، تبعت لي مسج تقلي انا رح ابعت لك على الاذاعة هالقد مصاري، انت اعطيهم لهيدي المرة كذا كذا، انا رح ابعت لك مثلا دفاية لهيدي المرة، انا رح ابعت لك اكس. بعتلها قلت لها هدول الناس اللي عاملة معهم منيح كل هالفترة بالزمانات، تقولي لي ما تخبري حدا، ما تقولي لحدا، وهي هيدول يمكن ادعيتهم والخير اللي عملتيه ردوا عنك. فبآمن بهالشي انا، فالله يرد عن كل حدا وعنك نورما. لكل الناس اللي عن جد مثل ما كنت عم بقول بأول برنامج، انه حقيقة ثابتة من كلام يسوع المسيح، انه
كل شيء بالآخر بده يبرم يبرم ويرجع للناس بحسب نواياهم سوف يرزقهم وأفعالهم طبعا. لأرجع ليسوع أنت العيد، ما في أحلى منه هالزمن برغم كل شيء. كنت عبالي أحكي مع ست حكيتني بس يمكن ما أعرف إذا خجلاني أو هيك، لأنه بالوقت اللي نحن عم نفكر بالتياب وهيك في ست قال وعد ابنه أنه الطعميه بيض. أنا عارفة أنه مستحية، أوكي مستحية، بعتتلي مستحية. Don't worry حبيبتي، ما تستحي، يعني كلنا عايزين شيء. أوكي أوكي خلاص don't worry ما تطلعي ابن حدا الآن. بالميلاد يعني بالوقت اللي كنا بالزمن اللي نعتبره سيء بوقته، الولاد يطلبوا بلاي ستيشن وبسيكلات وقصص وآيباد ونربح حصافرات. بال2021 انه في ولد بدنا نهديه بيض، بدنا نهديه كرتونة بيض، شي كتير مأزي يا جماعة. قلتلكن بدي عيشوا بفرح، قلتلكن رح نعيش انا وانتو بهالزمن طلعات ونزلات. هيدي وحدة من النزلات. هيدي الست اول شي بدي حييك وبرافو على جرأتك. صحيح استحيت تطلعي على الهواء مش مهم، بس منيح طلبتي عادي. لكن بدي اقلك شي، يعني كله مثل بعضه، كل عم قلك بالأرقام 85% من اللبنانيين عايزين، عرفتي؟ فإنه أنت واحدة من 85%، إذا مش بيت شي تاني، إذا مش شي تاني شي تالت، فما تستحي أبدا. هيدا زمن رديء على الجميع، صدقيني صدقيني انه اللي كانوا يعطوا سنة الماضي واللي قبلها هلا عم يطلبوا، وبعرفهم انا بالاسامي، وانا زيت التليفون معي وزيت الاي كلاود وبعرف التشات هيستوري معهم، يعني شو كانوا يقولوا لي قبل. كل شيء بعتين لي من سنين البرنامج عندي اياه محفوظ بتليفوني، فكله ببين. وما تزعلي، بس بدي منك زلك عم تسمعيني هلا تعطيني اوكي اذا فيني اعطي رقمك، لانه عم يطلبوا رقمك ليحكوك لحتى يصير تواصل ديركت ليقدروا يعني يامنوا لك مصاري او اغراض. اذا بتقدري اذا بتوافقي لاعطي رقمك، وما تستحي عادي، يوم بنكون عم نساعد يوم بنكون عم نطلب مساعدة. هيدي حالة الدنيا، ما حدا بيقدر يعرف بعد تكي شو ممكن يصير معه، بعد تكي ممكن يكون نعمل اكسيدان موت، وبعد تكي ممكن نربح شيء ونصير اغنى الاغنياء، وبتكي في ناس بيخسروا ثرواتهم. عادي نحن عايشين كل، مش كل يوم بيومه، كل لحظة بلحظتها. والله يوفقك ويعطيك. اوكي فيكي، اوكي قلت لي فيكي، فيني اعطي هلا بعطي رقمه. وفي معنا قالت لي نضال انه عند امه اول شيء الله يرحمها توفت من اسبوع، وترك يعني كان عندها ادويه سيلان، ادويه ضغط، ادويه قلب ورب، وبدها تمرقهم على الاذاعه. بليز حطيهم باسم نضال اذا ما كان هو بالاذاعه، ومنكون ممنونينك كتير والله يرحمه. صار كتير قاسي اللي عم نعيشه كتير، ايه وفرق ما يقولولك انه في ناس 85% برقم بيقطع بنشرة الاخبار، وفرق ما انت تشوفيهم وتسمعيهم. دولاري مدام من جو، thank you جو. هيدا رقمها اضعاف كتير، طالبين رقمك كمان. هيدا 200,000، بعرف رقم قليل، لا منه قليل
ابدا ما في شيء قليل، كله بيجمع وكله اذا انعطى بحب بيبرك. هي عندنا عم ببعت رقم المدام، هيجيك كتير مسجز اليوم. يلا الحمد لله الحمد لله، شفتوا شو سوا بنقدر نعمل كتير. يلا برافو، ما عم بلحق. يا ليلى، ما لي قلت اسمك، بس اسم صغير، في 600,000 ليلى بالحياة، بعتذر بس لأنه مسيفت لك رقمك. بعتت لي أنا بدي حدا يساعدني، بدي بانتالون لأبني، بانتالون لأبني ما قادرة أشتري له، وبدي ساعد الست اللي بدها بيض، لأن في حدا جاب لي مساعدة حمص ورز وتونة وبرغل، بدي أقسمهم بيني وبينها، بدي رقمها. طب قديش مهضومة، قديش طيبة. جوزيف، إجا جوزيف، يلا رح أعطيك رقم ليلى تو كرميل المدام اللي بدها. بس أنا ما بدي أثر على أنتم نواياكم، بس أنه في ليلى كمان عايزة بانتالون لأبنها، إذا حدا قبل ما نختم يساعده. جوزيف بعثت له الرقم، بسطتي مرفت مرفت، يمكن ما تقوليها لايف لان مش من قلبك، بدي اقول لك مرفت انه انا ما بقول شيء مش من قلبي حبيبتي، ماني مضطره، يعني مش انه مرفت امين انا انه مضطره اعمل المشهد، عرفتي؟ انا بعمل بدي اياه، فقلتها ومن قلبي، وهلا بقولها كمان ومن قلبي. I love Christmas. الشخص جوستي انا بهمني ساعد، رح ابعت لك رقم المدام اللي كانت حكيتنا عن ابنها اللي له فتره طلب بيض، وليلى اللي عايزه بنطلون كمان لابنها هدول اليوم، يعني هلا تحديدا، واكيد بالايام الجايه انتو خليكن معي لانه رح عوزكن. نحصل ابعت لك ليلى، هيدي اوبورتونيتي شغل، يعني اذا حدا بيعمل اكل للعيد هيك قصدك، انه في ناس بدهم، اوكي، اذا حدا بيشتغل بيعمل اكل للبيوت لليله العيد، اوكي. هلا انا بكون يعني بفتكر بجوز تكون قلة إيمان، نقص لما أقول قلة، نقص بالإيمان، كل ما بجي بدي، وهيدي من سنين لليوم، يعني دايما بعرف أنه يعني بقدر أنه بقدر من خلالكم وصل الصوت، وبعرف أنه أنتو حدي وبتساعدوا وهيك، ولا مرة خيبتوا لي ظني، ودايما يعني كنتوا معي وحدي وهيك. بس كل سنة بعمل زيت البانيك، بصير قول انه بركي ما حدا ساعد حدا، وخصوصي بهالايام، لانه الحمد لله نحن تدهورنا كان يبقى سنة بعد سنة نتدهور، كل سنة اسوأ من سنة اسوأ من سنة لوصلنا للاسوأ. فهاي السنة اللي هي الاسوأ، صرت قول انه مين عم نحكي عن ثلاث ارباع الشعب اللبناني، انه مين بده يساعد مين، مين اصلا له جلاده يسمع مقاسي حدا، يعني كل الناس تعبانه نفسيا واعصابها وارهاق، يعني نحن اهل بيتنا يمكن اذا سمعناهم عم بنقوا بنقول لهم خلص وقفوا مش قادرين نسمع او 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 هيك. ف الحمد لله بعدنا قادرين نسمع بعض ونتعاطف مع بعض ونساعد بعض، قليل او كتير كل واحد حسب قدرته. وبعد في بركته ونعمته اللي بتحل على القلوب، مش معقول فيه سحر وعجيبة وبيلين حتى أقسى القلوب.
وكل حدا بيعطي يمكن بهيدا المطرح اللي هو مصاري أكل تياب شو ما كان، مطرح ما عنده نقص ربنا يعني بسدله هالفراغ أكيد أو بعبيله هالنقص. أكيد ما حدا منا عايش الحياة السعيدة كاملة، كل واحد منا عنده بشي مطرح نقص، بشي مطرح شي زعجه بحياته أو إشي زعجته أو وجع ما أو حرقة ما أو خزلان أو أي شي متعبه. بس دايما الرب برمم وبساعد، وخاصة إذا شافنا نحن كرمة، يعني إذا شافنا نحن كرمة كيف ما بده يكون هو كريم معنا؟ مستحيل مستحيل. وهيدي مع الأيام واحد بيختبرها وبيشوفها عند الناس. وقت نحن منقول نطلع بحدا إنه طبعا ما نعرف شو عنده خيبات وراء الواجهة، بس إنه نطلع منقول إنه الله عطيه كتير، إنه ليش شو عنده؟ يمكن في شي مخبى وراء هالحدا، إنه حدا كريم، كريم بعطفته، كريم بعطائه، ما بحكم على الناس بالسيء واستحق هالأشياء. فقد ما بيشوفنا كرامة قد ما بيكون كريم معنا. وشكرا لكرمكم جميعا، وشكرا. I love Christmas.